فتنوي رفع الجهل عن غيرك بما رزقك الله تعالى من العلم. وعلامة ذلك أن طالب العلم إذا رأى من قصر في أمر مطلوب أو تجاوز إلى أمر منهي عنه تجده يعلمه، لكن لا على سبيل الانتقاد لما فعل، لأن بعض الناس يعلم لكن يشعر في نفسه أنه منتقد للفاعل وليس موجها للفاعل، وهذا كما تشعر به أنت في نفسك فإن مقابلك يشعر به في نفسه أيضا. واعلم أن بين الأرواح ارتباطا وثيقا، وأنك إذا خاطبت غيرك وأنت في نفسك شيء فإن هذا الشيء ينعكس على روحه تماما. ولهذا يفرق الناس بين الرجل يعلمهم توجيها للخير ودرءا للشر، وبين الرجل الآخر يعلمهم على سبيل الانتقاد وعلى سبيل الرفعة والعلو، أنه أعلى منهم وأنه تعلم فجهلوا. فإذن انوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيرك، وحينئذ تكون مصلحا للغير موجها بحسب ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من العلم. طالب العلم يعرف قدره ويستفيد من العلماء. شيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة صلى بالناس في الطريق فسهى، فقام رجل غليظ من الذين صلوا في المسجد ما يعرف الشيخ وكان في الطريق، قال والله اللي ما يعرف يصلي مفروض ما يصلي بالناس. فقال الشيخ نعم، الذي لا يعرف الصلاة لا ينبغي أن يصلي بالناس. وبدأ الشيخ يشرح سجود السهو وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وأحكام سجود السهو، وعلم الناس درسا في سجود السهو بتلك المناسبة. لكن انظروا سعة صدور العلماء يا أخو، ما قام الشيخ وقال أنت جاهل ما الذي يجعلك تتكلم، وما قام طلاب الشيخ له يزجرونه. يا أخوة العلماء يتواضعون للناس ما لم تنتهك محارم الله، وهكذا ينبغي طالب العلم، تواضع للناس وألن لهم الجانب وتحبب إليهم وتحمل منهم ما يكون ما دامت المسألة في جنابك، تحمل واصبر وابتسم ما دمت ترجو منهم الخير ولهم الخير ما لم تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله فهذا له شأن. وهو دواء احتقار الناس، وذلك بتدبر قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية، وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتدبر هذه الآيات والاطلاع على معانيها وأن الإنسان ربما وقع في نفسه احتقار غيره، فإذا نظر إلى أن معرفة الأزكى علمها عند الله سبحانه وتعالى رجع إلى نفسه بالاحتقار. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن التواضع فقال إذا خرجت من بيتك فلا ترى أحدا إلا قلت هو خير مني، فذلك التواضع. إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة وليه في عباده، فرب إنسان له مقام في الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى إذا رآه الناس في ظاهره لم يرفع إليه رأسا، وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.